طبعا يعني طبعا مش طيب وتعالى معانا بقى نتكلم في حته جميله جدا وهي ايه السولفنت ميكس. هي ليه السولفنت ميكس بتطلع يا دكتور؟ يعني انا المفروض مستخدم ديتيريتد سولفنت صح؟ احنا هناخد السولفنت ميكس عشان نخش بعدها حته ثانيه في الكربون. طب ايه اللي بيخلي عندي البيك في البروتون وفي الكربون تطلع وانا مستخدم ديتيريتد سولفنت؟ يعني مثلا ديتيريتد سولفنت زي ايه؟ زي مثلا حاجه سي دي سي ال سي ده تكون فورم وكان سي اتش شلنا البروتون وحطينا الديتيريت. اول حاجه الديتوريشن ما بيبقاش نسبة 100% بيبقى نسبة مثلا 99% فبيطلع عندي ايه؟ ان في سي اتش سي ال 3 بنسبة 1% ده اللي بيديني ايه؟ البروتون سيجنال. ده اللي بيديني ايه؟ البروتون سيجنال. طب ركز معايا كده لما يجي ده بيطلع ازاي؟ حد فاكر السيجنال بتاعت السيجنال بتاعت الكلوروفورم تطلع سيجلت عند 7.26 سنجل اهي دي شرط حقيقي يعني ده شرط واقعي تمام عند 7.6 وبتطلع الكلوروفورم سنجل سنجل ايه لان هو سي اتش سي اس خلاص طيب الميثانول الرمز بتاعه ايه سي دي 3 او دي بيطلع ازاي بنتد طب بنتد ليه بيطلع في البرودكت خماسي طب ليه ما احنا بنقول ريزيديوال ماشي ما هو حتى لو ريزيديوال يبقى المفروض سي اتش 3 او دي مثلا او او اتش ده هيطلع سنجل تطلع ليه بنتد لان هو في حتى ريزيديوال ركز معايا فين النشاط؟ لا كده مش هنمشي بتاع ده بنمسح كده اهي شكرا يا دكتور لان في حد الميثانول اللي بيحصل ان انا ما بحسش سي 3 دي ده انا بحس سي اتش دي 2 او دي ليه؟ لان انا عندي ثلاثة هيدروجين تمام ثلاث اتومز ففي الغالب واحده فيهم هي اللي بنسبه 10% هتبقى بروتون والاثنين التانيين 99% هيبقوا ايه؟ ديوتيريوم فبقيس بروتون جنبه اثنين ديوتيريوم الديوتيريوم ما بيتشافش بس الديوتيريوم بيعمل كابلنج خلاص يبقى انا عندي 2 ديوتيريوم تبقى تطلع تريبلت لا ما هو الديوتيريوم السبين كوانتم نمبر بتاعه ايكوال تو الاي بتاع سبين كوانتم نمبر اوتيتيريوم ايكوال تو 1 نوت 1 هاف يعني البروتون سبين كوانتم نمبر بتاعه ايكوال تو 1 هاف ففي تو ستيتس بس فبيشتغل في السبيد المحاضره اللي فاتت زي ما شرحنا از تو ماجنتس فيقسموا لايه؟ لدبلت الواحده انما الثاني 1 فالسبين ستيتس بتاعته 3 فالواحده تقسم لثلاثه فبيطبق قانون مش ان بلس 1 بيطبق 2 n بلس 1 يعني البروتون ده بتاع الميثانول ديتريت الميثانول هيبان بنتد ليه؟ لان جنبه 2 ديتيريوم ف 2 تايمز 2 4 بلس 1 ايكوال 5 فيبان بنتد خلاص؟ دي حاجه يعني ايه معلومه ظريفه شويه فقلنا يعني نستدعيها ونقولها لحضراتكم يعني ده اهو البروتون بتاع ال سي دي 3 او دي بيبان ايه؟ بنتد وطلع مكانه عند 3 و 3.3 تقريبا. نفس النظام برضه الدي ام اس او. طب بس الدي ام اس او رمزه ايه؟ ده الدي ام اس او انا عندي ادي مثل هيبقى سي دي 3 وادي سي دي 3 وادي السلفر اوكسيد. دول ست لا بس دول متماثلين تماما. يعني دي ايكوفلنت زي دي بالظبط. ففي النهاية هيبقى البيك ايه؟ سي اتش دي 2 اس او خلاص؟ فهيطلع بنتد زي بالظبط زي مين؟ زي عمنا الديتوريتد ميثانول خلاص؟ ودي معلومة ظريفة يعني والأجر على الله. طيب في الكربون ايه اللي بيحصل؟ لا الكربون مختلف ليه؟ لأن في الكربون احنا ما بنعملش ديتوريشن للكربون صح؟ ده الكربون اتسلف. طيب ليه مثلا الكلوروفورم بتطلع تريبلت؟ ليه الدي ام اس او بتطلع سبتت؟ تمام؟ ليه السي دي او 3 بيطلع برضه سبتت سبعه؟ لان نفس الفكره انا عندي مثلا الكلوروفورم سي دي سي ال 3 صح؟ انا هي الكربون جنبها ايه الديتيريوم؟ الديتيريوم بيعمل لها سبريتنج الديتيريوم ما بيبانش في النظام بس بيعمل سبريتنج وبيعمل بالقانون بتاعه اللي هو السبريتنج كوانتم نمبر ايكوال تو 1 1 انتجر
يبقى 2n بلس 1 n هنا بواحد فهيديني ايه؟ 3. المثال ده CD3OD هنا الدومين الديوتيريوم هيعملوا سبليتنج وكلهم ده 2n بلس 1 يديني ايه؟ 7. الدي ام سو كذلك ذلك عشان كده الدي ام سو بيبان 7 بيكس. طب بيبان 7 بيكس ليه؟ لان الديوتيريوم اللي جنب الكربون هو اللي بيعمل له سبليتنج ويخليه ايه؟ يبان 7 بيكس. وكذلك في الكربون الديوتيريوم اللي جنبه في الكروفون اللي بيخليه 3 بيكس. وطبعا السبليتنج باترن بتاع الديوتيريوم مختلف عن البروتون، لان لو بروتون كانت التريبلت هتطلع 1 2 1 ما بيطلعش بنفس الكم. نتيجه برضه ان السبليت كوانتم نمبر بتاعهم ايه؟ اتس نوت ايه؟ ده الديوتيريوم كامل والكلام اللي كنا بنقوله من شويه. وده مثال الفرق ان سي دي سي ال اس كي 3 شفناها من شويه، انما ده الاسيتون سي دي سي او زي الاسيتون نفس الفكره برضه زي الدي ام سول زي الميثانول بيطلع ايه؟ 6. طيب